هنري كيسنجر ده كان وزير خارجية الولايات المتحدة سنة 73، يعني الراجل عنده دلوقتي 96 سنة، طالع بيقول رأي في موضوع الكورونا، وهو بيقول ان العالم والنظام العالمي قبل الكورونا سيكون مختلف تماما عن بعد الكورونا. ودي حقيقة فعلا، يعني اولا ان هو راجل في هذا السن انا شايفه، وطالع احنا عندنا لما حد بيجيب 60 سنة بيقول لك يلا حسن الختام وهناخد زماننا وزمن غيرنا. الراجل دوت من الناس الخبراء الاستراتيجيين اللي هم بجد، يعني هو خبير بجد بيقول كلام ذو حكمة. في تحالفات هتتفكك على مستوى الدول، اعداء كانوا اعداء هيبقوا اصدقاء، اقتصاديات هتنهار تماما وناس تانية اقتصادياتها كانت تعبانة ممكن ترجع تقوى تاني. ف كورونا يعني هتغير حياتنا فعلا، وغيرت حياتنا فعليا، ودوت حتى على مستوى كمان الافراد. يعني احنا دلوقتي انا بقيت بروح عيادتي والنهار طالع، وده كان عمره ما بيحصل. فأثرت على حياتنا بشكل قوي جدا، ويعني في حاجات احنا نعم احنا برضو حسينا بيها، ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيربينا بهذا الايه الفيروس اللي احنا مش قادرين نشوفه بالعين المجرد. بالنسبه للوقايه من هذا الفيروس في كام حاجه كده، كام نقطه عايزين نتكلم فيهم. اول حاجه التباعد الاجتماعي، يعني ارجع لورا كده خطوه كده لو سمحت، ارجع لورا لو سمحت سنه كده بس، شكرا بس مش اكتر من كده. فالتباعد الاجتماعي ده مهم جدا. ايه بقى؟ المسافة بينك وبين الآخرين، البعد عن الأماكن المزدحمة، انتهاء عادات البوس، واللي احنا كنا بنبالغ قوي في موضوع البوس دي، بفتح مبواسة لما بنقابل بعض، الكلام ده كله بيتراجع. تمام، يبقى ايه؟ التباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة. تاني حاجة موضوع الكمامة، وحتى لو هي مش متوفرة الكمامة الطبية دي اللي ما عادتش متوفرة كتير، ممكن جدا فتلاقي فيديوهات كتير قوي على النت ازاي تعمل حاجة ككمامة صناعة منزلية بسيطة، ودي مهمة ومؤثرة ومفيدة في ان انت لو انت مريض او تحمل الفيروس تمنع انتشار هذا الفيروس منك للآخرين، وكذلك انك تحمي نفسك من ان الايه العدوى تجيلك من الآخرين. طبعا التطهير، غسيل اليد بشكل منتظم، مياه وصابون كلما تيسر، اذا ما كانش متيسر يبقى يجي دور الكحول والمطهرات، وده بقى متوفر دلوقتي. وبالنسبة للأشياء بقى والأسطح، الكلور وأهميته في الموضوع. بعد الثلاث نقط الأولانيين دول لما احنا نعملهم، في نقطة ثالثة، وهو ازاي يعني نعلي من مناعتنا ونحسن حالتنا الصحية. انا اعتقد ان شاء الله الأزمة دي هنطلع منها، وان شاء الله هنعدي منها، هنطلع حالتنا الصحية كويسة قوي، لان احنا بدأنا ناكل اكل صحي، بدأنا نتحسن كصحة عامة، بدأنا نهتم بنفسنا شوية، والعادات الايه السيئة اللي كنا بنعملها بدأت تتراجع شوية، مثلا التدخين، الشيشة، الكلام ده بدأ يقل شوية تدريجيا. فالحالة الصحية العامة مهمة، ان انت لو انت وصلك الميكروب ما يبقاش انت في وضع صحي صعب، الوضع دوت يخلي الميكروب يتمكن من جسمك ويبدأ يدخلك في مرحلة مرضية قوية شوية. فحتة الاهتمام بالصحة العامة ولها أركان، الصحة العامة دي لها أركان مهمة. أول حاجة الأكل الصحي، وفي الأكل الصحي احنا اتكلمنا في حاجات كتير. الأكل الصحي هو القرب مما كل ما هو طبيعي، والبعد عما كل ما هو صناعي، ولينا فيديوهات في الموضوع الأكل الصحي. الأكل الصحي نمرة واحد. تاني حاجة شرب الماء وبكثرة، ودي من الحاجات المفيدة صحيا. تمام. تالت حاجة النوم. الإنسان اللي بينام عدد ساعات طبيعية، وبالذات لو هي بالليل، يعني مثلا عدد الساعات الطبيعية من 7 إلى 8 ساعات، وتختلف من كل انسان، في ناس بتحتاج تنام اكتر، في ناس بتحتاج نوم طبيعتها جسمانيا نومها اقل. النوم يعني من الحاجات المهمة للحالة الصحية العامة. كمان الحركة والمجهود البدني والرياضة لو ممكن، دي تبقى حاجة جميلة جدا، وابسطها واجملها، واللي ممكن دلوقتي نمارسها والشوارع بقت الدنيا هادية ولذيذة كده من فترة ما الصبح اذا كنت بتصحى بدري، او فترة ما بعد الظهر لو انت مش من الناس اللي بتصحى بدري. الرياضة والحركة والمشي من الحاجات المهمة للصحة. خامس حاجة
وهي الحالة المزاجية والنفسية، ودي من العوامل الهامة جدا. البعد عن الهلع والقلق والتوتر. الناس اللي هي بتفتح التلفزيون وقاعدة بتتابع الكاونتر بتاع عدد الحالات اللي حول العالم، مين كام واحد جالهم كورونا ومين كام واحد ماتوا من الكورونا ومين ومين، دول هيحصل لهم ايه؟ هيموتوا من حاجات تانية غير الكورونا، تمام؟ فالخمس يعني الحالة الصحية العامة ولا في الحالة النفسية جزء مهم جدا. عدم الخوف والقلق، الواحد يركز شوية في شغل، شوية في أي حاجة في شغله من الحاجات المفيدة برضو اللي هتفيده كحالة نفسية وصحية ومزاجية. لأن الإنسان لما بيبقى فاضي ويقعد يشغل التلفزيون على الفاضي والمليان ويقعد يتابع نشرات الأخبار هيتوتر ويبقى حالته النفسية مش تمام خالص، تمام؟ فالحالة النفسية مهمة. ومن ضمن الحالة النفسية الحالة الروحية طبعا، والتعبد دوت والناحية الدينية هتحسن جدا حالتك النفسية، وبالتالي حالتك الصحية العامة وحالتك المناعية. وإن شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ويعدي هذا الوباء على خير. وبشكر حضراتكم.